انطلقت اليوم القافلة الطبية بالوحدة الصحية برأس حدربة بحلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح مسؤول المبادرة أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل 78 حالة بمختلف التخصصات الطبية، مشيرين إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظات البحر الأحمر.